في جدل وضج على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وده كله بسبب رسالة غريبة وصلت لعدد كبير من مستخدمي تطبيق واتساب، وبتعتبر سابقة من نوعها. رسالة من الحكومة الهندية عن استفتاء ومشاركة آراء. الرسالة وصلت للملايين ومنهم المستخدمين في عدد من الدول العربية اللي تفاجئوا بيها وبدأوا يسألوا على مواقع السوشيال ميديا عن سبب تلقيهم ليها عن طريق واتساب. في ناس اتهمت حكومة الهند بإساءة الاستخدام للبيانات العامة، وفي ناس اعتبروا ان في ملايين المغتربين وكان القصد ان يوصل لهم عبر الواتساب، وكتار زي ما فتحهاش او زي ناس كتير ما فتحهاش خوفا من انها تكون طريقة للتهكير. على اي حال لحد دلوقتي مفيش اي توضيح رسمي من حكومة الهند. تعليقات وإشاعات وأسئلة كتير جدا كانت منتشرة على السوشيال ميديا بسبب الرسالة الغريبة والعجيبة دي. في منها مثلا حساب باسم سين غرد وقال على إكس: في تسريب بمعلوماتنا بشكل مش طبيعي. طيب كمان في تويتة أخرى من نادية غردت وقالت: المضحك إني بلغت عليه قبل ما أديله بلوك. كمان في المثنى قال: وصلتني رسالة من رئيس وزراء الهند، يعني أروح أستقبله ولا وش السالفه؟